فريق اللي تقريبا عاليز مرتاح لا 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 مورالمو ولا كذلك بدنيا، سيرتو بدنيا لانه في اللاعبين ديال الرجاء كانوا يعني شفناهم بان فيزيكمون تقريبا واجدين 100%، بينما حنا العكس. الى بلا ما نتكلموا على الغيابات، غيابات تقريبا اكثر من 4 لاعبين، وجا اللاعبين اللي لعبوا مرهقين، ولا اللاعبين اللي نتكلموا على زولا عنده ما با واحد دي مينوت ديال لونطريمون، لان باش يسد لينا فارق ديال كوتي غوش. تنظن بان باقي عندنا ان شاء الله كما تنقولوا خسرنا معركه ولكن ما خسرناش شحال، باقي ان شاء الله باقي الشامبيونه طويله، وباقي غادي نشتغلوا اكثر ان شاء الله، وغادي تصفف ويرجعوا اللاعبين اللي مصابين وكذلك اللاعبين اللي مرهقين، وان شاء الله الوداد لاخو فعالي باذن الله. كل ما بقاوش نعاودوا نكرروا الصاله، لان اللاعبين مرهقين، حاولنا نجيريو بروميير ميطون باش ان شاء الله نقدروا، كاينين بعض اللاعبين اللي يقدروا يعطونا اضافه في الدوزيام ميطون، نجحنا فيها بواحد النسبه كبيره، كانت فرصه لينا وفرصه لفريق الرجاء، ولكن في الدوزيام ميطون قدر الله ما شاء فعل سجلنا المرمى ديالنا. هادشي واقع، هادشي تيوقع في كرة القدم. حاولنا نسيطروا على المقابلات، سينو ما خلينا مساحات، باش تنعرف فريق الرجاء الا خليتي ليه مساحات عنده لاعبين رابيد. تنظن بان جاتنا فرصه ديال جبران بالراس، كون سجلنا تقريبا كتبقى واحد دي مينوت كنا نقدروا نرجعوا في الماتش، خلقنا عده فرص، ولكن دائما تنقولوا بان فريق اللي لعب عده مقابلات، اللي شفنا تقريبا هذه السنوات الاخيره دائما الوداد سيرتو كاين واحد